اعزائي اهلا بيكم في حلقه جديده. طبعا بقى مكملين كده في سلسله رده فعل عن اللاعبين. معانا بقى كده النهارده الامير لوكا مودريتش، عارفين كده زي ما بقول لك هو احسن لاعب نص ملعب في تاريخ الكوره. واللي عايز بقى يناقشني انا مع كامل احترامي لتشافي ونيستا وزيدان وتوني كروس وبقيه الاساطير، بس معلش يعني اللي اتفرج على لوكا مودريتش يعرف ان ده حاله استثناء. ما اعتقدش يعني ان كان في لاعب نص ملعب قبل كده كان بيعمل جميع الادوار اللي بيعملها لوكا مودريتش في الملعب. حرفيا مودريتش حاله استثنائيه بجميع ما تحمله الكلمه من معنى. ويز بقى الكلام اللي بقوله لك ده بالظبط على معظم ماتشات ريال مدريد الملحميه لازم تلاقي لوكا مودريتش. فانا بقى كده قلت في الفيديو ده بالظبط بنقول شويه مهارات وفنيات واهداف، نشوف الامير مودريتش مع بعض بيعمل ايه في الملعب. يعني بقى نتفرج على فيديو مع بعضينا، بس طبعا الفيديو مش تعمل لايك، يعني عايزك تنزل دلوقتي حالا تكسر زر اللايك في السريع، لو مش عامل اشتراك تعمل اشتراك حالا، تاكد بقى عليك تفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك اي فيديو جديد. يلا بينا. يلا عم تعال نشوف الامير لوكا مودريتش بيعمل ايه في الملعب. يا بجد يمكن اكتر لاعب في العالم شفته بيتحكم في ريتم الماتشات، بيعرف امتى الفريق يلعب امتى يخرج الفريق بجد من تحت ضغط. انا عايز اقول لك مودريتش ومعاه كوره يعني نسبه التوتر عنده بتبقى 0% حرفيا بجد. هدوء، برود اعصاب، رؤيه للملعب، اسيست. بص اسيست عامل ازاي، يعني هتلاقي مودريتش حاله استثنائيه بجد 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 يا جماعه. اقسم بالله انا عيني ما شافت لعيب في نص الملعب زيه، من رؤيه من مهاره لبرود في الملعب لتمريرات لاسيستات لمراوغات لان هو حتى يستخلص كرات، كل حاجه بيعملها في الملعب. اوفر رول هو لعيب نص ملعب وصانع العاب ويقدر يلعب في كل حته في جميع المراكز اللي في نص الملعب، وبيلعب كل الادوار على اكمل وجه حرفيا. عاقل 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 عاقل، البودي فينت بتاعه والاستلام عالمي مودريتش فيه. تعال يا حبيبي تعال تعال تعال، راح فين؟ هنا. اوه يا ساتر يا ساتر على كوبري يا ساتر. هنا برضو حتى اللي بيميز لوكا مودريتش الدريبلينج بتاعه بالكوره وهو بيجري بيها، قليل اللي ما بتاخد منه. يا عيني على الاسيست يا عيني على الاسيست. بص مودريتش رايق هنا وهو صغير مع توتنهام. يا ولد يا ساد، لا 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 يا ساتر. مودريتش يا عيني يا عيني يا عيني. سوش رجليه الاسيست فين؟ سوش رجليه الاسيست فين لمين؟ لعازف الليل. واحده من اجمل الاسيستات لوكا مودريتش في التاريخ لمين؟ لرودريجو. بوش الرجل على رودريجو على طول، يعتبر في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا 2021 قدام تشيلسي قدام برشلونه. بص بص يا جدعان، بص هو شايف الملعب. اللاعب الوحيد اللي اعتقد ريال مدريد مش هيعرف يعوضه مبدئيا كده، ريال مدريد عمره ما هيعرف يعوض حد زي لوكا مودريتش عمره. قدام اليونايتد. وعايز اقول لك على حاجه، نادرا جدا لما لوكا مودريتش بيشوط في الملعب. وعايز اقول لك برضو على حاجه تانية، لما بيجي يشوط بالذات تبقى الكوره ما بين ثلاث خشبات زي ما انت بتشوف بالظبط. دقه التسديد بتاعته عاليه جدا، بس هو قليل فعلا لما بيشوط او بيجيب جوان. اوه عالمي ده، جون ده عالمي عالمي. مودريتش يا ساتر يا ساتر يا ساتر. لا 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 لا، جون عالمي ده عالمي. استخلاص الكوره توقع في نص الملعب قدام ميسي. تعالى يا ميسي تعالى يا حبيبي، راح فين؟ تعالى يا عيني يا عيني يا عيني. الله اكبر بجد عليه. قدام برشلونه البلوك، قدام ساديو ماني. تعالى ماني. انا عايز بقول لك بجد هو بيعمل الدور على اكمل وجه. نص ملعب استثنائي ما شفتش زيه في التاريخ في التاريخ والله العظيم بكلم بجد. يعني مثلا تشافي انيستا الاثنين حلوين، بس ما اوفر رول بشكل عام مش ما بيعملوش نفس اللي بيعمله مودريتش.
يعني انيستا مثلا مميز في حاجات معينه، تشافي مميز في حاجات معينه، هنا يعني مودريتش مميز في الاثنين اللي بيعملوا تشافي وانيستا، مميز عن زيدان في رتم الملعب وتحكمات في اداء مراوغات بيعمل زي زيدان، كل حاجه بيعمل. وغير ده انا عايز اقول لك على حاجه، بس السن اللي بيلعب فيه لغايه دلوقتي مودريتش حاليا عنده 39 سنه، داخل في 40 سنه. اتفرج على لوكا مودريتش في الملعب، اتفرج على الموسم اللي فات والموسم اللي قبليه كان بيعمل ايه. زيدان معلش ما وصلش للسن ده وهو بيلعب. لا لا امير، هو امير في الملعب، بص امير امير حرفيا. اوه 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 يا ساتر يا ساتر، لا 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 يا ساتر يا سكولز، يا ساتر يا سكولز. اوه اوه اوه، تعال يا ارنولد، تعال يا ارنولد يا حبيبي. بصوا في وسط الاثنين هنا بيعمل ايه؟ لا 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 مودريتش. كان بجد انا ما غلطتش لما قلت هو اعظم نص ملعب في التاريخ، والله العظيم بجد. ده من الارجنتين كاس عالم 2018. هنا برجليه الشمال عالمي في التسعين، عالمي. يمين شغال شمال شغال. اوه اوه يا ساتر يا ساتر يا ساتر، فريتش تايم وهي نازله يا عيني على الاسيست. اوه يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا مودريتش يا جماعه، الهدوء، عقل، ده عقل، عقل بكلمه، يعني مش عارف اقول لك ايه، مش لاقي له وصف. هو امير في الملعب حرفيا، امير. يا عيني على الاسيست، عليه حته وش رجلي خارجي ما اقولكش ما اقولكش. يا ولد يا عيني، هنا بص قدام كام لاعب، ثلاثة أربعة، خروج بكورة ده اللي بكلمك فيه، هادي هادي جدا. وكان مودريتش تحسه بيلعب على الواقف، بيلعب بلاي ستيشن، عارف؟ أقسم لك بالله حتى في البلاي ستيشن ما يعرفش يعمل لوكا مودريتش يعمله في الملعب. كنترول وترقيص قدام مين؟ أندريا جوميز قدام السيتي. لا عادي 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 عادي. اوه اوه يا ساتر، لا 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 لا، قدام برشلونه، تعالى فابريجاز. يا ساتر يا ساتر على الكوبري ده. يا ولد يا ولد، بس الفينت بتاعه مودريتش رايق. قدام ميسي، تعالى يا ميسي. اوه يا ساتر يا سيلفا، برناردو سيلفا خد كوبري وحش، خد كوبري يجيب له صداع. برضه المميز في مودريتش الفنتات بتاعته ديت، مفيش حد في العالم بيعرف يعملها زيه. الفنت هو حتى بيستلم الكوره وهو معاه الكوره، الفنت بتاعه مرعب مرعب بجد، يخيلك غصب عنك لازم تتخيل. قدام صلاح، يا عيني على البلوك. يا عيني على الاسيست، يا عيني على الاسيست يا مودريتش. وش رجله خارجي غريب بجد يا جدعان، اقسم بالله غريب. يا ولد يا ولد،
بص الاسيستات بيعمل كور فين؟ اولا يا عيني برضو عليه شويه كباري تجيب صداع، عارف شويه كباري عنب كده اللي هو في ثانيه تاخد الكوبري تتمسمر، ما تقفش تاخد الكوبري كده وانت مستريح بتضحك. اوه 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 بس الاستلام بعدها الدوران بتاعه الاستلام بمراوغه ده اللي مش طبيعي بجد. نوم برشلونه فلايني، يا ساتر يا فلايني يا ساتر. اوه مودريتش لا لا قاعد بستغرب بجد ان هو بيعمله في الملعب. ده برشلونة تير شتيجن، يا ساتر يا شتيجن يا ساتر يا ساتر. اوه دي غريب دي صدق. يا عيني بص هو جاي منين؟ لا مودريتش غير يا جدعان بامانه ما شفتش لاعب في نص الملعب زيه ابدا. خلص الفيديو يعني شكرا ليك. بس بقى كده الحلقه خلصت. لو فيديو عجبك اشتعل لايك واشتركوا في زر الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد. اشوفكم الحلقه الجايه. السلام عليكم.